دشن وكيل محافظة تعز عارف جامل حملة الكويت إلى جانبكم في مشروع رفع مخلفات والقمامة، وبذلك أشاد وكيل من المحافظة بالدور الإيجابي التي تلعبه الكويت في مساعدة اليمنيين. مساعدات المساهمة في ترفيع القمامة في مدينة تعز بدعم من دولة الكويت الشقيقة التي ليس غريبا عليها ما تقدمه لهذه المحافظة المنكوبة المدينة المحاصرة خلال هذه الفترة الحرجة والفترة الاستثنائية التي تمر بها المحافظة من ظروف استثنائية، نحن نكرر لهم شكرنا الجزيل. ويستهدف المشروع 60 موقعا على مدى 25 يوما بعد أن تسببت ميليشيا الحوثي وصالح بكارثة بيئية كبيرة من خلال الاستيلاء على معدات النظافة وكذا موقع المقلب الذي يختص بتصريف المخلفات. دشن مشروع حملة الكويت إلى جانبكم دعما من إخواننا وأشقائنا في هذه الدولة المباركة لإخوانهم في اليمن السعيد، وهذا ما عهدناه على إخواني وأشقائنا في دولة الكويت من عام 1962، دائما وقافون ويقفون مع إخوانهم في جميع المساعدات الأخوية والإيمانية والروابط الدينية. كارثة حقيقية أدت إلى العديد من الأمراض والحميات وموت المدنيين والأبرياء في محافظة تعز المحاصرة منذ عامين ونصف. اليوم سنرفع بالكويت سترفع 60 موقع للقمامة في محافظة تعز التي كانت مهددة بكارثة بيئية وأمراض بالكوليرا، سيتم رفعها من حملة الكويت إلى جانبكم. أيضا ستتم حملة لمدة 25 يوم، وستتم أيضا حملة في الراشية. هذه الحملة ستستمر إن شاء الله، وسنأخذ جميع القمامة المكدسة. الدور المجتمعي دائما هو الرديف من أجل حياة سعيدة للمواطن. قناة عدن الفضائية، نعيم خالد، تعز.